ونشهد معا الترجمة العملية والمتتالية لحلم سعينا جميعا لتحقيقه، وهو إعطاء هذا المرفق الحيوي الدور الذي يستحقه بين المرافق اللبنانية وعلى الخارطة الاقتصادية اللبنانية والمتوسطية. يوم أطلقت مشروع تعميق وردم مرفق طرابلس في 19 من شهر آب عام 2000، في خلال تولي مهام وزارة الأشغال العامة والنقل، قلت إن هذا المشروع هو تجسيد صادق لما نريده لمرفق طرابلس من مساهمة أساسية في تعزيز الحياة الاقتصادية ومسيرة النقل البحري في لبنان وإليه، وهو سيضفي على الحياة الاقتصادية في طرابلس والميناء وكل الشمال بعد إتمامه أهمية خاصة لجهة تعزيز التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل إضافية وتأمين موارد للدولة تمكنها من مواجهة الاستحقاقات الداهمة. وقلت يومها: لقد انتظر أهلنا في الشمال 40 عاما لرؤية مرفأ طرابلس، وقد استعاد حضوره ودوره في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، وما الأشغال التي ستنفذ فيه إلا جزءا من خطة التطوير التي سهرنا على وضعها وتنفيذها مع القيمين على إدارة المرفأ والمسؤولين في وزارة النقل ومتعاونين في ذلك مع خبرات محلية وخارجية. اليوم ومع بلوغ المشروع نهاية مرحلته الثانية وبداية مرحلته الثالثة، أقول إن هذا المشروع سيضفي على الحياة الاقتصادية الشمالية أهمية خاصة لجهة تعزيز التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل إضافية لأبنائنا وأخواننا تجذرهم في مناطقهم بدل دفعهم إلى النزوح أو إلى الهجرة. ولا بد لي في هذه المناسبة من التنويه بدور معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ غازي العريضي في دفع أعمال تأهيل المرفأ إلى الأمام وتوسعته وتعميق أحواضه وتجاوز العراقيل التي أخرت استكمال المشروع، كما لابد من التنويه بالجهود المستمرة لمعالي وزير المالية الأستاذ محمد الصفدي وجميع المسؤولين والقيادات الذين واكبوا هذا المشروع ودعموه. أيها الحفل الكريم، إن تفعيل الحركة الاقتصادية عبر النقل البحري والتواصل التجاري هو عن جدارة من أبرز المزايا الجيوإقتصادية التي يتمتع بها لبنان عموماً وطرابلس خصوصاً من حيث الموقع الاستراتيجي، وارتكاز على هذه المميزة التفاضلية كان سعينا لتحقيق الدور إلى جانب الموقع، كما لاحظنا بالرؤية الشاملة ضرورة تنمية النسيج الاجتماعي ومناعة البيئة الطبيعية لمرفأ طرابلس، فكان القرار في التكامل لا في التنافس، حيث ثبت أن الإنماء المتوازن ينجح بمقدار ما يبث الروح والحياة وما يعيد النبض والحيوية إلى طرابلس وكل الشمال. ذلك هو التحدي الحقيقي الذي لا يغفل عن بالنا اليوم، ونحن نشهد هذه الانطلاقة الاقتصادية الجديدة لمرفأ طرابلس الذي نضعه في خدمة الشماليين واللبنانيين والأشقاء العرب، لأن نطمح أن يكون هذا المرفأ البوابة المشرعة للخير والتقدم والرفاهية والبحبوحة بالتكامل مع خطة الحكومة للإفادة من دور مطار الشهيد رنيه معوض واستكمال إنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وتطوير شبكة سكة الحديد لاختصار المسافات وتخفيض الكلفة ورفع حجم التبادلات ونوعية النقل ووسائله. أيها الحفل الكريم، في السياسة كلمات واضحة تحدد طبيعة المرحلة بعدما شاهدناه في مجلس الوزراء بالأمس. إخواني، لقد تلقيت طوال الفترة الماضية كل سهام التجني والافتراء والمزايدة، وتجاوزتها
من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، وواجهت المصاعب كافة لأن الهدف الذي أتطلع إليه هو تحقيق الاستقرار في البلد وحمايته. وبالتالي أثرت عدم الدخول في سجالات أو انتهاج سياسة الرهانات الخاطئة والمكلفة من هنا ومن هناك، أو للغماس فيما لا طائل لوطننا على تحمله. ومن هذا المنطلق كنت ولا أزال منفتحاً على النقاش الهادئ والهادف في الأمور الوطنية والسياسية العامة، لكن المسائل المرتبطة بالدستور والصلاحيات الدستورية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الملحة لا يمكن ولا يجوز التهاون فيها أو الوقوف إزائها موقف المتفرج. بعضهم يسعى لتعطيل عمل مجلس الوزراء وإعادة الأمور إلى الوراء، وهذا أمر نرفضه باسم اللبنانيين، باسم اللبنانيين المدركين تماماً بأنه لا وقت لدينا لإضاعة الوقت وتفويت الفرص السانحة حالياً ومستقبلاً. المسألة ليست مسألة اعتكاف أو استقالة كما يعتقد بعضهم، فنحن لن نستقيل من خدمة الوطن أو نعتكف عنها، لكن آن الأوان لكي يكون مجلس وزراء منتجاً وفاعلاً ومتجانساً وعلى قدر المسؤولية، تناقش فيه الأمور بكل وضوح وإيجابية ونية صادقة للعمل والإنتاج والإنجاز ضمن الأصول والقوانين المرعية، لا مكاناً للسجال أو المزايدة أو تقاذف المسؤوليات وتسجيل النقاط والتعطيل. من هنا كان القرار الذي اتخذته بالطلب إلى فخامة الرئيس برفع الجلسة بالأمس حتى يتسنى لنا الاتفاق على السبل الكفيلة بتفعيل إنتاجية مجلس وزراء لا لتعطيلها. بنظري أن العمل الحكومي هو تفاعل وتعاون بين الوزراء ضمن فريق عمل واحد يهدف تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على الخير العام ومن ضمنه خزينة الدولة والمالية العامة، كما أن رؤيتي للعمل الحكومي تكمن في أن يكون منتجاً وعلى مستوى التحديات والمسؤوليات الملقاة علينا، وكذلك بحجم أمال المواطنين وطموحاتهم. فلا المناكفات ولا الحسابات الشخصية والانتخابية تصلح كمعيار لقرارات الحكومة وتوجهاتها، ومن واجب الدستور إدارة العمل الحكومي وتصويب مساره كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتحقيق الإنتاجية المطلوبة من الحكومة. لقد راهنا ولا نزال على إرادة الجميع في القيام بواجباتهم الوطنية تجاه الوطن والمواطنين، فالبلد يا إخواني لا يتحمل مزيدا من الخضات والاهتزازات، والدولة لا يمكن أن تكون ولن تكون مركزا لتقاسم المغانم والمحاصصة. والدستور ليس حبرا على ورق، ولن أكون إلا درعا لصون دستور لبنان وحماية مؤسساته وخدمة أبنائه. أيها الحفل الكريم، سيستعيد لبنان بإذن الله دوره كمحرك اقتصادي وخدماتي في المنطقة، ولقائنا اليوم هو للتأكيد مجدداً على ما نريده لمرفأ طرابلس من مساهمة أساسية في تعزيز الحياة الاقتصادية ومسيرة النقل البحري من لبنان وإليه. طرابلس والشمال يستحقان الكثير، ولهما الحق، كل الحق، بدور رائد وفاعل وليس مجرد دور مكمل أو ثانوي. مرفأ طرابلس نظرة واثقة إلى آفاق طامحة ورؤية شاملة لخطة متكاملة نريدها للشمال ولكل لبنان. طرابلس والميناء كما أرادهما التاريخ وكما ميزتهما الجغرافيا
طرابلس والميراء كما يستحق إرثهما العزيز، وكما يعد مستقبلهما الزاهر. طرابلس والميناء دائما كما يريدهما وكما يستحقهما أبناؤهما وبناتهما. والله عز وجل ولي التوفيق، وشكرا.